في مشهدين يعني من أسوأ المشاهد اللي لا يمكن أبدا إنك تتخيلها في يوم من الأيام. يعني الأستاذ الجامعي في الأزهر وزوجته طبيبة ويموت ابنه يقتله يعني بسبب إنه خد 400 جنيه. ده هنشوفه بعد قليل يعني لغاية ما يجهز، لأنه كنا في دمياط بنحقق القضية ونسجلها، ولك أن تتخيل بقى كل علامات الاستفهام الموجودة فيها. أستاذ جامعي وأزهري وزوجة طبيبة والولد خد 400 جنيه علشان وزعها على أخواته. يعني جلدهم جميعا، الولد مات. قصة مؤثرة جدا هنشوفها بعد قليل. كمان حقوق الحيوان اللي ما يفهمش فيها لا يمكن يفهم في حقوق الإنسان. يعني المشهد ده أيضا اللي هتشوفوه من المشاهد اللي لسه حاصلة اليوم وأحدثت صدمة عند الكثيرين، وانتوا عارفين كويس جدا الناس يبقى عندها حتى هذه الصدمة بحقوق الحيوان. هو متعلق بكلب، قتل الكلاب، لأن الكلب هو بيدعي يعني انه عض ابنه وهو على تروسيكل. شوفوا بقى بيواخده زحفا وموته زحفا. يعني لو عندنا المشهد كده لا من غير صوت، يعني شوفوا كده المشهد من بدايته اهو. شايفين المشهد ده لا يفهم لا في حقوق الإنسان ولا في حقوق الحيوان ولا في أي حقوق من أي نوع. طبعا مشهد الزحف ده خد مدة طويلة، يعني احنا بس ايه بنختصره في كده لأنه مشهد دموي. طبعا أنا واثق إن الأجهزة الأمنية، لأن رقم التروسيكل موجود أهو، ومعايا شاهد عيان الأستاذ أشرف الحلو. أستاذ أشرف أهلا بيك. أستاذ أشرف، طب نطلب الأستاذ أشرف تاني. فين بعض مواقع التواصل الاجتماعي هنا ممكن تكون مفيدة في التحقق من قضايا، في إن احنا نشوف إيه اللي يوصل لكده، إيه اللي يخلي الناس ممكن ترتكب جرائم من هذا النوع. رجع لنا تاني الأستاذ أشرف. طيب أستاذة دينا ذو الفقار الناشطة في مجال حقوق الحيوان. أستاذة دينا أهلا بيكي. اهلا استاذ وائل. لا احنا في نكبه، يعني احنا في نكبه الدوله بنشوف عنف ما شفناهوش قبل كده، والعنف الدوله بتتغاضى عن العنف اللي بيمارس ضد الحيوان ومفيش فايده. العنف ده الطفل هينشأ عليه والاكبر منه، ويشوف ان الاكبر منه قدوه وهينال المجتمع كله. العنف لما ينال المجتمع كله يا فندم هتحصل كوارث ومش هينفع. لا هو انا يعني انا معاكي انك انت عندك الحميه الشديده لده، بس انا واثق ان في كل واقعه بيتم القبض على المتهمين فيها ويتم تقديمهم للمحاكمات، واعتقدنا انه الناس لما تشوف ده تبتدي ترتدع وتخاف يعني. طب اقول لسيادتك انت عارف مين طب القدوة؟ خليني اسال بس الاستاذ اشرف الحلو، انا اسف عشان الخط كان قطع معانا، ان هو شاهد العيان. استاذ اشرف اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك استاذ وائل. اهلا بيك، قول لي يا استاذ اشرف ده حصل امتى؟ ده حصل النهارده الساعه 8 الصبح بالظبط. 8 صباحا. انت شفته ازاي وصورته ازاي؟ حضرتك انا في المساعد بتاعي، انا اولا اشرف الحلو مدرب اسود في سيرك من عائله الحلو. المساعد بتاعي حصلت له ظرف ما يعني والدته تعبت، فاضطريت خدته بالعربيه بتاعتي في بولاق الدكرور شارع ناهيه، تمام، البيت البيت عنده. فوانا رايح متجه للبيت لقيت الموتوسيكل ده فيه تقاطع، قطع قدام الطريق ماشي وقدام الكلب جره كده، وجره من مسافه شارع كبير جدا. يعني هو بيموته زحفا بهذه الطريقه. تمام. لا انا يعني انا افتكرته اصلا ميت، وحتى لو هو ميت ما ينفعش يتعامل المعامله دي قوي، كان حاطه في التروسيكل فوق لو هو ميت ويرميه في اي حته او يدفنه او الكلام ده كله. لما استفزني المشهد طلعت وراه، رحت انا متصور الفيديو باللي معايا في العربيه، كسرت عليه
كتبت فيه بيقول لي ده عض ابني، فانا رحت ضربه بالشومه، هو ضربه بالشومه، انا برضو عندي شويه خبره في الاسعافات الاوليه، عنده كان كسر في الجمجمه وعنده نزيف، هو بيموت من نزيف في المخ وجايب دم كتير من مناخيره ومن بقه، هو اصلا كان مدروخ يعني، فهو ما سابوش حتى يموت او روحه تطلع، فاهم؟ لا هو خده يعذبه ربطه وماشي فيه في البلد. هل بقى حاجه احنا عندنا لو نجيب نمرة التروسيكل ده يا جماعة عشان نقدمها للجهات الأمنية انا حافظها حضرتك 108 569 ملاكي الفيوم، ها؟ كم؟ 1-88-569 ملاكي الفيوم. 1-88-569 تمام، ملاكي الفيوم. ملاكي الفيوم. وبالفعل من الفيديو ده انا خدت صوره من الفيديو اللي عندي اللي انا صورته بصوره الشخص، عشان طبعا اللي صور كان برضو اللي صور بنت، فكانت في حاله برضو المشهد كان مسيء جدا، فما كانتش عارفه تمسك الموبايل، كان المشهد فعلا الدم ماشي ورا الكلب ورا التروسيكل وهو بيقطع الطريق، يعني انا مش عارف ده ولا عنده دين ولا عنده رحمه ولا عنده اخلاق ولا عنده اي حاجه، ده انا مش عارف ده ازاي بني ادم اصلا. طب وانتوا الناس ناقشوه في ده يعني، حد ناقشه؟ طبعا انا كنت يعني المنطقه اللي انا فيها دي يعتبر زي ارياف شويه او المنطقه عارفه بعضها، في بعض الناس وقفت معاه وهاجموني، وفي بعض الناس سيدات اكثرهم سيدات وقفوا معايا، بس انا مسكت فيه، يعني انا مسكت فيه من المشهد، واللي وضايقني اكتر اللي هو بيجائر، يعني واحد ده في منطقة ايه؟ منطقة ايه يا استاذ اشرف؟ ده جنب مركز شباب ناهيه قريب منه، شارع ناهيه بولاية الدكرور. بولاية الدكرور. تمام. من جهله بيقول لي انتوا كده، وبالضبط بهذا النص، انتوا اغنياء بتمسكوا في التافهه وسايبين الفقراء. انتوا ايه؟ ده جاهل، انتوا كده يا اغنياء، عشان طبعا انا معايا عربيه او راكب عربيه ونازل بزعق له ولابس شورت ومش عارف ايه، شافني شاب، انتوا كده يا اغنياء بتمسكوا في التافهه وسايبين الفقراء. فقراء ايه يا جاهل؟ ايوه، ما هو حتى احنا لما بنيجي نهتم احيانا بحقوق الحيوان فيقول لك يعني انتوا سايبين البني ادمين، ما تشوفوا البني ادمين، ما هو الحال اللي مش هيفهم في حقوق الحيوان مش هيفهم ايضا في حقوق الانسان ولا هيراعي اي حقوق يعني. طيب استاذ اشرف، انت عندك استعداد طبعا انك يعني تكون شاهدا في القضيه بهذا الشكل يعني؟ طبعا، ومش انا بس، اكتر من كذا حد. دكتورة دينا، ارجع لك تاني. المشاهد يعني طبعا بيبقى حجة الناس دايما يا دكتورة دينا ان هو الكلب عض ابني، اعمل ايه؟ هقول لسيادتك المنهج العلمي المستدام واستراتيجية 2030 اللي أقرتها منظمة الصحة العالمية يا فندم، قائمة على التوعية بالتعامل السليم الآمن، عشان ما يحصلش أي حالات عقر أو غيره. كويس؟ مع الأسف إن المنهج العلمي واستراتيجية 2030 لأفريقيا وآسيا منشورة في كل حتة، الجهات المنوطة في مصر بتتغاضى عنها، بل الجهات المنوطة في مصر بتدي المثل للعنف والقسوة على الحيوان، بل التعذيب الحيوان واستخدام السموم. الهيئة العامة لخدمات البيطرية لا تتبع منهج علمي وثابت، ومعايا الأوراق من منظمة الصحة الحيوانية، منظمة الصحة العالمية. الهيئة العامة لخدمات البيطرية بتستورد سم استريكنين، وأنا عايزة حضرتك في الموضوع ده لسه جايبين 500 كيلو سم استريكنين يا فندم من الهند، بيحطوه في طعوم الفراخ ويرموه في الجناين وتحت العربيات وكله، اللي بيقولوا لمكافحة الكلاب. كويس؟ طبعا أحب أقول لحضرتك ترفع سماعة التليفون على أي مستشفى في مصر بتاعت بني آدمين، تسألهم عندكم تحليل سم استريكنين، لأن البني آدم، أطفال مصر بيلعبوا كرة في الشارع، الولد الكرة هتيجي فوق الحتة اللي كان فيها سم يا فندم، هيقوم حاطط إيده في بقه، هيتسمم، هيروح المستشفى، ما عندهمش تحليل سم استريكنين، والدليل على كده وقعت شبرا الخيمة اللي هي السنة اللي فاتت يا فندم، لما وزارة الصحة طلعت قالت
فيروس غامض يصيب اطفال طيب. شبرا الخيمه وبعدها باربع اشهر طلعت مباحث الايوبيه وشبرا الخيمه اكتشفوا ان الست موتت ولاد جارتها استخدمت سم استريكنين، لان سم استريكنين يا فندم طبقا لقرار وزير الصحه 229 لسنه 2006 يحظر دخول المواد سواء بشريه او بيطريه محظوره في الاتحاد الاوروبي، وهو محظور تماما طيب. اضافه الى غير مسجل في وزاره الصحه طيب. ولا في اداره السموم وزاره الزراعه. بشكرك يا دكتوره دينا وبشكر